أستاذ ميكولا، روسيا قالت أن الغرب سيحاربنا إلى آخر عسكري أوكراني. هل يشعر الأوكرانيين بشكل أو بآخر أنهم يستغلون كدرع حماية يحمي أوروبا؟ نوعا ما يمكن القول هكذا، ولكن قبل كل شيء يشعر الأوكرانيون أنهم يدافعون عن وطنهم وعن بلادهم وعن حياتهم. الآن بعد اكتشاف فظائع في بوتشا وإيربين وفي إيزوم مؤخرا، أصبح من الواضح أن الحياة المسالمة تحت الاحتلال الروسي أمر مستحيل. يمكن إما طرد الروس من أراضينا أو يمكن الموت. هم سيأتون ويعذبون، يقتلون، يغتصبون ويفعلون كل هذه الأشياء الوحشية. هذا أولا، أن الأوكرانيين لا يفكرون في أنهم يدافعون عن أوروبا، عن أمريكا، عن غرب، عن شيء آخر. يدافعون عن أنفسهم وعن عائلاتهم. وثانيا، بعد ذلك في المرتبة في المقام الثاني، توجد هناك فكرة أننا نريد أن نعيش في المجتمع الأوروبي، في الظروف الأوروبية وفقا للمعايير الأوروبية. وهكذا بهذا الصراع نساهم في هذا المستقبل لبلادنا.